بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي نتكلم على الاحاديث اللي بتميك فن، يعني وصلت لدرجه انت عارف الحديث اللي هو بيتكلم على ان القران، الايه القرانيه اللي بتتكلم على ان لما الشيطان ربنا ارجعه الى اخر اداره لغايه اخر الزمن عشان يشوف هيعمل ايه في الانسان وهيغوي مين. الشيطان قال كلمة غريبة، فلأحتنكن منهم. يعني ايه أحتنكن؟ يعني احط لجام في بقهم ومشيهم زي الحمير. دي بالنسبة لي طبعا دي معروفة، المفسرين كلهم فسروها ان هي دي يعني قمة، الشيطان بيتلذذ، دي قمة في التمكن من الانسان او السيطرة على الانسان، قمة. يعني حتى اللي كان بيعمل زي الحمار، بيعمل بالظبط، الحمار ما بيكملش، الحمار بيعمل بالظبط اللي صاحبه بيقول له عليه. ماشي. انا بيتهيألي اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، ان هو الشيطان مش بس بقى هو بيوصل لدرجة ان هو الاول ايه؟ الاول بيخليك تعمل حاجات يعني ايه، الغلط البسيط وبعدين كده غلط اكبر وبعدين غلط اكبر وبعدين تعود على الغلط وبعدين وكذا 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 وكذا، وبعدين بعد كده يتلذذ بعد كده بقى بان هو يخليك تعمل غلط في حاجات لا يمكن المفروض تعملها غلط، يعني الحقيقه واضحه قدامك بطريقه فظيعه ويخليك تعملها غلط. ده اللي بيحصل في مصر مثلا، يعني دي حاجه ثانيه بنتكلم فيها بعد كده دي، بس ده اللي بيحصل في مصر. الناس في مصر يقول لك ايه يا عمي، ايه يعني العدل يعني، وال ايه يعني الظلم يعني، خلاص هو ظلم شويه الناس 60,000 حطوا في المعتقل، سو وات، ايه المشكله يعني، الباقي كويس اهو ماشيين وقاعدين بناكل اهو بعيش اهو، ها مش هندمر البلد كلها بقى عشان 60,000 واحد، ولا حد 60,000 واحد ولا واحد، ده ثوره يناير قامت على خالد سعيد واحد بس، يعني ده كان الصح. انت المفروض المبدا الظلم مش موجود، لو حد ظلم حد تاخد يضرب بالكزمة على طول، مش يظلم 60,000 واحد ويظلم ملايين وناس مسافرة بره وناس مهاجرة ومش قادرة ترجع وياخد فلوس ناس وياخد يأمم ناس، يعني حاجات رهيبة. فانت الاول بتوافق على الظلم حاجة بسيطة، بعد كده بتوافق على حاجة تانية، وعن بعد كده يقول لك يا عم ده هو بس مجرد علاقات حميمة مع اسرائيل ودافئة بس مفيش مشاكل، وعن بعد كده تبص تلاقي ان هو بيبيع الحاجات لاسرائيل وعم بيبيع الحاجات للامارات وعم بياخد جثث المصريين بياخد منهم الاعضاء عشان يدوا الاعضاء اللي ممكن تستنت تعيش يعني يديها للاسرائيليين عشان يبيعوها في شركه من الشركات بتاعتهم، ويتنازل عن الغاز ويعمل كل حاجه بالتدريج، يعني كل حاجه بتبقى بالتدريج وانت بتوافق على حاجه وعن حاجه وعن حاجه. الشيطان ما بيسكتش، ما تفتكرش ان الشيطان هيقول لك بقى خلاص يعني انت ايه انف بقى، ايه انا دلوقتي ركبتك جنوب كلب عشان انت بتساند الحمار ده خسيسي الحمار، ها انت يعني ركبتك ذنوب يعني تكفيك يعني دخلك النار، لكن الشيطان بيتلذذ. الشيطان بالنسبه له بعد شويه كونك ان انت تتفرج على ماتش كوره وتشجع الفريق المصري ده ظلم، ده في حد ذاته ده ذنب عليك، بس دي الحياه دي البسيطه دي خلاص الشيطان ما الشيطان عارف ان انت تعملها من نفسك فبيسيبك في حالك، مش هو ما بيتمتعش بالموضوع ده، هو عايز يحتنكنك، عايز يحط البتاع في حنكك خلاص، فيدخل بقى يدخل لك في الحاجات اللي هي ايه الواضحه بقى، راجل مش هيسدد نهضه بيتبنى وده مش عايز يعمل له حاجه، هيدمر المصريين، هيدمر مصر as we know it، يعني one of the biggest اكبر تهديد حصل في تاريخ مصر، وانت عارف ان هو يعني لو هو عنده ذره وطنيه يحاول يضرب السد، مش هقول لك يضربه وينجح، يحاول يضربه مش قادر حتى ان هو يحاول. ليه؟ يعني الشيطان بقى عايز يوريك ايه؟ لو الشيطان عايز، لو الاغواء اللي هو راح ضرب السد واستعبط وعمل حركات اتفق مع شويه ناس ان هو يعملوا شويه حركات يناوشوا ويعملوا بس عشان مجرد ان هو يبين قدام الناس يغسل ماء يشيل ماء وجهه يحفظ ماء وجهه، كانت خلاص كانت بسيطه، يعني كان ذنبك ما بقاش عظيم قوي يعني لانك اتخميت. بعد كده في يوم من الايام ربنا هيقول لك انت اتخميت، انت راجل عبيط، ها هنعذبك بس مش هنعذبك كتير، ها في الحته دي بالذات يعني.
لكن انت 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 ده بيحترق عنك. بيقولك بص انت عايز ده اهو طب اهو ماشي اهو السد ده اهو بيتبنى وهو ممكن يعمل حاجه وحتى الحاجه ما بيعملهاش لحفظ مأواجه ما بيعملهاش واخد بالك. وحاجات مثلا زي امه يهوديه طبعا اعمل لك اكتر من كده يعني نجيب لك بتاع بوريك ان امه يهوديه طبعا يعني يهوديه ما فيش عندي الحته دي حتى لو امه يهوديه هو راجل كويس ماشي لكن هو امه يهوديه دي مع اللي بيحصل كله حط كده في الموضوع كله والعلاقات اللي بعملها اسرائيل والحاجات اللي بعملها تدمير مصر وكلام من ده خلاص واضحه الصوره. انت بقى رغم كده انت بتسمح له ان هو يحتنك هنك يعني انت عمال بكل الوضوح ده ولا زلت مش قادر تقول ان انت مش بتساند الحيوان ده ها. فطبعا احنا دخلنا السياسه شويه بس هي يعني كلها دين في السياسه كلها حاجات يعني الحياه حياه يعني ها. مثلا بنقول حاجه تانية مثلا ان هو بيتنازل عن بيتعارك مع تركيا عشان بتديله باك بتديله حقول النفط بتاعته ولا حقول الغاز بتاعته في البحر المتوسط خلاص يبقى واضحه الصوره انت مش قادر خلاص ده بقى انت كده وصلت لدرجه الشيطان بيحتنك انك طيب حصلت الحاجات دي كده بتحصل على طول اول تايم. فانت مثلا نتكلم عن الحديث انا نقول مثلا الحديث يا جماعه ده في حاجات جميله في حاجات بشر شباب بس في حاجات فظيعه في الحديث لازم نطلعها من الحديث لازم ننقي الحديث او يعني نهمله خالص لان هو فعلا ما بيعملش اي حاجه ما بيضيفش اي حاجه للقران. ديننا محترم وجميل ومراد الله فينا موجود في القران ربنا مش هيعجز يعني يقول له عايز يقوله في القران يعني. طيب ماشي ده انت مش مصدقني يا سيدي انا بهرج. طيب هو بقى اللي بيالف الاحاديث دي هو اساسا انت لو حد قال لي ان في ناس ان مفيش ناس كانت بتالف احاديث ده يبقى راجل ايه ده راجل عبيط يقفل على طول مش عايزين نتكلم معاه. لكن لو يعني معروف الناس اساسا في ناس واحد قبل ما يقتلوه كان من اللي هو الدوله العباسيه كانت مشغله موضوع كده غريب اللي هم بيقتلوا المبتدعه والناس اللي هم اللي طلعوا من دين يعني عملوا حاجات تغيروا تغيرات فظيعه في الدين وعملوا ديانات تانية وكلام من ده واللي دعا النبوة واللي مش عارف ايه وكلام من ده يعني. وكان لهم اسم كده وكان عاملين لجنة لهم كده عاملين زي مش لجنة يعني عاملين زي ديوان كده مسؤول واحد منهم مسؤول من العباسيين ان هو يجري وراهم ويقتلهم وبتاع وكلام من ده. فواحد من الناس اليهود اللي هو بيقتلهم بعد ما هم بيقتلوه قبل ما يقتلوه بقى خلاص هيتعدم anyway يعني. فهو عايز يعني ايه ينغص عليهم عيشتهم يعني قال لهم انا دخلت 10,000 حديث مزور في الاحاديث الدوريه اللي موجوده. وطبعا انت خلي بالك الوقت اللي هم اللي اتقتل فيه الراجل ده كان الاب الوقت اللي هو يعني قبل او في نفس الوقت او قبل بحاجه بسيطه البخاري ومسلم والترمذي البخاري ومسلم والترمذي والناس دي وابن ماجه كلهم طلعوا في خلال 50 سنه. في خلال 50 سنه دول كان الزباله كلها اتحطت في الاحاديث من ضمنها واحد بيقول لك انا هو نفس واحد حط 10,000 حديث غلط. تقول لي لا ما هم نقوهم كلهم شالوهم. اه صح فانت نايف انت يا راجل ايه يعني ايه مش عايز اقول كلام وحش يعني بسيط يعني كده ها. طبعا لا ما قدروش يشيلوا كلهم ماشي ده اول حاجه. تاني حاجه بيقول لك ده يعني هو ده هتقولها بقى هتقول لي لا ازاي بيقول لك انا خليت المسلمين يصوموا في الوقت اللي يفطروا فيه ويفطروا في الوقت اللي يصوموا فيه على اساس الهباله ان واحد يشوف الهلال يوم التاني التانيين كلهم يصوموا مش هو راح وكان بيجيب واحد يشهد معاه ويروح ما شفنا الهلال والمسلمين كلهم يصوموا وهو ما شافوش الهلال. طبعا دي مش مشكله ده ما اثرتش في الدين يعني بس انا بوريك قد ايه البساطه اللي احنا خلينا الدين بتاعنا يعني مهب الرياح اي حد ما بيننا طابور خامس يقدر يعمل اللي هو عايزه. فالناس الفت احاديث احنا عارفين ان الناس الفت احاديث وكل واحد الف على هواه وكل واحد يعني انا ممكن اكلمك ساعه على كل حديث متالف ليه او مجموعه احاديث متالفت بسبب ايه. الكلام ده خلاص بقى معروف السكالرز درسوا الموضوع ده خلاص الحديث دي اتعمل عشان كذا عشان وده اتعمل عشان كذا ماشي. الحديث نفسه عشان تبقى عارف الحديث ككل اخذ الوضع اللي هو اخذه ده من الامام الشافعي
الامام الشافعي كان عنده مشكله مشاكل رهيبه في اياميه. يعني انا ممكن بقول لك هربك ساعه في الموضوع ده. الامام الشافعي ماشي كان عنده مشاكل فظيعه. يعني الواحد فعلا يعني ربنا يكرمه على اللي هو قدر يعمله، بس عمل غلطه، هو انسان. فاللي عمله ايه؟ له ايامي كان في الشيعه عاملين مصايب، كان في اللي هي الاسماعيليه دول كانوا مجانين، طلع طايحين في البحرين والقطر والحته اللي فيها قطر يعني، والحته الشرقيه من الـ اللي اسمه ايه ده، الحته الشرقيه بتاعه المملكه العربيه السعوديه دلوقتي يعني، وطايحين. وكان فيهم طلع منهم سكت تاني كده يعني، فصيل تاني اسمه القرامتة، على تبع واحد اسمه قرموط، حاجه رهيبه يعني. والقرامتة دول يعني دوروا بقى القتل والضرب والهجوم على خواف الحجاج اللي جاي من بغداد. فدي طبعا تفيدة يعني مزودت يعني في مهابه الدوله العباسيه، فاهم؟ فكان فيها شده يعني، كانت فتنه رهيبه جدا، لدرجه ان هم راحوا الكعبه وضربوها بالمنجنيق وسرقوا الحجر الاسود، وفضل الحجر الاسود مسروق عندهم تقريبا 100 سنه ورجعوه فتافيت. لغايه دلوقتي الحجر الاسود انت بتشوفه ده عباره عن فتافيت وسط صمغه او ماده عنبر ولا ايه مش عارف، اسود كده زي بحس هو املس كده، عامل له املس، بس انت لو دققت فيه جوه هتلاقي فيه اللي هو الفتافيت اللي جواه دي. شو ما يهمنيش كل الكلام ده، المهم كل اللي يهمني ايه؟ ان هو كان في فتنه رهيبه اللي هي فتنه القرامطه دي. فكان الناس يعني حصل لهم تشتت رهيب. طبعا انت دي طبعا ده رايي، بس ممكن مش هو ده راي كل الناس. اكيد الناس كانت عندها برضه حته من جواها confused. يعني مثلا الناس الشيعه دول، الشيعه بتاعت مين؟ شيعه اهل البيت. يا نهار اسود، دول اعدائنا يعني. طب خلاص احنا فهمنا ايام معاويه وسيدنا علي بن ابي طالب لما كانوا بيحاربوا بعض، كان ساعتها يعني ممكن نقول يعني، بس طبعا ده مش حاجه خالص يعني، كان ممكن الحرب نفسها مخليه يعني ناس تتعمى، عينيها تتعمى عن مين الصح يعني. انت عندك اهو الكازن بتاع رسول الله، الراجل اللي يعني حافظ الوحي، الراجل اللي كان معاه من الاول، اول طفل اسلم اللي راح يعني، مش هنقعد نتكلم على فضائل سيدنا علي، كل الناس سنه وشيعه متفقين ان سيدنا علي هو كان احق من معاويه. خلاص فدي اتفاق. لا انت بقى انت اياميها ده طبعا الشيطان بيحتنكناهم تمام، ودي اللي بنتكلم فيها معركه صفين والناس دي كلها، دي حاجات رهيبه يعني. يعني الناس فقدت عقلها اتجننوا. ها ولا نتكلم فيه يعني، وصلت الدرجه ان الناس اللي هي في معركه صفين كان في يعني حديث مشهور، انا ما اعتدش بالحديث، بس هم اعتدوا بالحديث يعني، هم اكيد عارفينه بقى سواء بقى كان صح ولا غلط، بس هم عارفينه وهم قريبين جدا من زمن الرسول، اللي هو الحديث ان هو تقتل عمار الفئه الباغيه. يعني الرسول بيقول يا جماعه اللي هيقتل عمار بن ياسر ده في يوم من الايام هيتقتل، واللي هيقتله دول الفئه الباغيه. اللي هيقتل عمار هو الفئه الباغيه. طبعا عمار كان عمار وكل البدريين على فكره كانوا اللي متبقيين يعني، كانوا بيحاربوا مع سيدنا، مع الجيش بتاع سيدنا علي. فلما الناس بتوع سيدنا بتاع معاويه قتلوا عمار، بيقول لك الحرب وقفت immediately. قال لك احنا قتلنا عمار، احنا الفئه الباغيه، بلموا يعني. لا هم شرانين يعني قمه في الشر، ورغم كده قربهم من الرسول، قربهم من عهد الرسول ومعرفتهم باللي بيحصل خلتهم يعني يا نهار اسود، احنا الفئه الباغيه، ده الرسول قال اتكلم علينا اهو واحنا قتلناه. فيعني مش مصدقين نفسهم. راح جاي الشيطان اوعز لعمر بن العاص اللي هو كان مع معاويه، انه يقول لمعاويه ان هو احنا ما قتلناش
اسمه ايه ده عمار. اللي قتل عمار هو علي بن ابي طالب لانه هو اللي جابه في الحرب. عمار كان كبير في السن، كان من سن الرسول يعني، كان سعيد يعني هو دلوقتي في وقتها كان عنده تقريبا 90 سنة مثلا ولا حاجة و 80 سنة. فاللي قتل عمار هو اللي جابه في المعركة. ده طبعا نفس الكلام، نفس الكلام اللي قاله مين، اللي بيقوله السيساوية الحيوانات على مثلا رابعة، يقول لك اللي قتل الناس في رابعة مش الجيش، اللي قتل مش الجيش اللي ضربهم بالرصاص، لا ده الاخوان عشان جابوه في رابعة. يعني اخد بالك نفس الطريقة، فالشر موجود بنفس الطريقة يعني، لكن دي طريقة من طرق الشيطان عشان يتلذذ ويتمتع باحتلاكك. هو عايز يتمتع الحاجات اللي الذنوب البسيطة دي مش عايز، ده هو عايز ذنوب تقيلة. فقال لهم كده والناس كملوا الحرب تاني. اخد بالك، فسيبنا بقى خلاص ده العهد اللي عدى خلاص. فاحنا بقى وصلنا دلوقتي للعهود اللي هي بتاعة القرامطة والشيعة اللي عمالين هاجمين من كل ناحية. وكان في شيعة بقى ساعات حصلوا كمان فين، حصلوا في بدأ يطلع يعني حاجات شيعية برضو في المغرب ومش عارف ايه وكلام ده، بقى من ناحيتين يعني الدولة الإسلامية بدأت تبقى ايه الى حد ما، طبعا يعني مش بالقوة اللي موجودة دلوقتي، بس يعني كان في شوية حركات شيعية كده ايه عاملة. المشكلة الثيولوجيكال اللي هي الدينية العقائدية الرهيبة هو ان الناس دول مين؟ دول شيعة مين؟ شيعة الرسول. المسلمين بيحبوا مين؟ بيحبوا الرسول وبيحبوا اهل بيته سواء شيعة او سنة. فالناس السنة مش مصدقين نفسهم، اللي هم الكتير اللي هم الاغلبية مش داخلة في دماغهم يعني، مفيش حرب دلوقتي ما بنحاربش الشيعة، وهم بيعملوا مناوشات كده على الحدود ومش عارف ايه وكلام من على الحتت المتطرفة يعني من المكان من المملكة الامبراطورية الاسلامية. اخد بالك، فازاي يعني ايه اللي ممكن نخلي عايزين نخلي البابليك يكره الشيعة دول، رغم ان هو الكاز بتاع الشيعة مهم ماشي. مش يعني ايه الكاز بتاع الشيعة اللي هو كاز يعني ايه، يعني الشيعة المبدأ الاساسي بتاعهم اصح من مبدأ بتاع السنة. السنة مع معاوية والشيعة مع علي، فالشيعة اصح. مع الزمن بدأ الشيعة يتجننوا، بدأوا يعملوا دين مع نفسهم بقى زي الدين المسيحي، بقى عندهم بقى ابن اله مش ابن اله يعني، عندهم حاجات مقدسة بقى، وده بيعمل ايه وده عايش لسه موجود وده بيدور وحسين بيدور الكون كله ومش عارف ايه والكلام بقى اللي هو الهبل ده. لكن السنة عقيدتهم فضلت الى حد ما كويسة، لكن في نفس الوقت في العقيدة في بقى البيس الاساسي اللي هو احنا تبع معاوية ودول تبع الايه اهل البيت. فما عندناش حق يعني. فبدا يحصل ايه، بدا يحصل ان احنا بدل ما يعني الشيعة ينتشروا وياخدوا اتباع زياده ويكسروا عين السنه بموقفهم التاريخي، اخد بالك، لا احنا نبدا نعمل احاديث. الناس بدات تعمل كده، نبدا نعمل احاديث عشان ايه، نخلي الدين. الشيعة عمالين يغيروا في الدين يعني، الشيعة عمالين يعملوا حاجات غريبة في الدين، يطلعوا بقى ايه الحسين هو مش عارف ايه، ولا ملهاش اي يعني ملهاش اي حاجة في القرآن خالص. والحاجات دي فين الحسين في القرآن ولا علي ولا اي غيره خلاص. فبدأ الشيعة يطلعوا ايه، يطلعوا احاديث، بدأوا يكذبوا على الرسول، يقولوا ان الرسول قال كذا والرسول قال كذا وقال كذا على سلمان الفارسي وقال كذا على مش عارف ايه. بدأ يعملوا بقى ايه آلهة أو زي ما بيقولوا يعني قديسين زي المسيحيين كده، بدأوا يعملوا بقى قديسين. فده طبعا عكس العقيدة الإسلامية تمام. فبدأ السنة يعملوا أحاديث عكسية، يقول لك بقى إن مش عارف قريش هي فيها مش عارف الملك لغاية ومش عارف إيه، وأحسن من ستات مش عارف قريش ومش عارف إيه، والعشرة المبشرين في الجنة من الجنة في الجنة وقعد يعملوا حاجات كده، أحاديث كلها كذب في كذب ماشي، بس غير منظمه يعني ايه، ومحدش عارف يعني. انا مش بقول لك كلها كذب كذب يعني، انا بتكلم ان هو الناس كلها عارفه انها كذب لا، كل واحد لما بيتزنق في حاجه سكالر او حد يساله سؤال يقول له طب والشيعة، طب مش الحرام اللي بنعمله في الشيعة مثلا يعني، يوم يبدا يالف بقى يطلع حديث من دي يغير شويه، ممكن تكون حديث اتقال بس تغيره كده يعني. فبدات الحديث تنتشر ماشي، راح جاي ولا زالت برضو ملهاش اي قيمه. حتى المذهب الحنبلي المذهب الحنفي كان موجود
بتاع الامام الاكبر ابو حنيفه، اللي هو لا زال لغايه دلوقتي واكثر مذهب في ناس في الاسلام يعني سواء سني او شيعي. المذهب ده كان لا يعتبر، لا بديش اي اعتبار للحديث. ابو حنيفه كان عنده 36 حديث في المسند بتاعه. ال 36 حديث دول يعني ايه؟ يعني عندنا 108,000 حديث، يعني حاجه رهيبه يعني. فهو ما كانش بيقتنع بالحديث، الحديث دي يعني كانت حاجه ايه يعني، لازم تبقى متواتره 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 ومتفقه مع القران، وعمك يحطها في القران. حتى لو متواتره ومختلفه مع القران، القانون بتاعه انه يلغي الحديث، ملوش مكان، مش موجود، معروف. لان مش بسبب ان احنا بعدم احترام للرسول يعني، حاشاه، لا، احنا احترام للرسول، بس المشكله احنا مش ضامنين النقل بتاع الحديث. النقل بتاع الحديث غريب جدا يعني، النقل بتاع الحديث غير نقل القران. طيب، والرسول وربنا متعهد به، ربنا يعني قايل لنا ان هو هيحفظ لنا القران، ما قالناش ان احنا هنحفظ الحديث، والحديث مختلف مع بعضه، فاستحاله ان احنا ايه ناخد بحاجه زي كده. طيب ماشي، فمذهب مالكي بدا ايه، ابو جعفر المنصور كان شغال عنده، انس بن مالك كان شغال عنده، يعني في البلاء يعني شغال عامل عنده يعني في المدينه، وبيدفع له مرتب. هو طلب منه انه يحط الاحاديث في كتاب، حديث كتر بقى ورترات الفوائد له حطها في كتاب. فيعني كانه بيعمل لنفسه ايه، بيعمل لنفسه زي كانه دستور تاني من الاحاديث، بحيث ان هو يبقى ايه، يلهي بقى الناس السنه دول عن الخرافات الحديث بتاعت الشيعه والروايات بتاعت الشيعه، يوريهم الحاجات الصح. يعني ديفنتلي احاديث السنه انضف من احاديث الشيعه شويه، بس يعني الاثنين يعني زباله يعني، ها؟ فمش هي دي المشكله. فجاء بعد كده الامام الشافعي، هو بقى الوحيد، هو اللي اول واحد قال لك ايه؟ وحيين، وحي اللي هو القران ووحي اللي هو الحديث، واخد بالك؟ فدي اول واحد في التاريخ يقول كلمه وحيين دي. دي قبل كده كانت تعتبر كفر. يعني ايه وحيين؟ وحي ربنا معروف اللي هو القران، الحديث ده كلام الرسول، ملوش قيمه قد القران يعني، ملاش نضحك على بعض، ملوش قيمه زي القران خالص. فهو اللي عمل كده عشان ايه؟ يناهض الشيعة. طيب، في ناس تانية برضو كانت موجودة في نفس المكان، في نفس الزمان بتاع اللي هو وجود الشيعة والإمام الشافعي، اللي هو مين؟ اللي هما اللي اسمه ده؟ الصوفية. دول كانوا خطر أكبر يمكن على الإسلام من الشيعة، لأن الشيعة كانوا عاملين، كانوا حركة وممكن تحاربهم، مش الصوفية دول كانوا متغلغلين وسط الناس، يعني أنت ما تضمنش، واحد ممكن تلاقي السنة كده قاعدين كلنا في نفس الجامع وفي مننا مجموعة صوفية. المجموعة الصوفية دي بتعمل إيه بقى؟ المجموعة الصوفية دي بتدخل بقى مع الحضرة ومش عارف إيه، وتقعد بقى، سيبك من الرقص والغنى والكلام ده مصيبة لوحده. بدأت تعمل حاجات زي إن هم إيه، يبدأوا يبقى عندهم أولياء، يبدأوا يزوروا الأضرحة بتاعت الأولياء. فبدا يبقى فيه موضوع القديسين ده كانه موجود، وكانهم دلوقتي ايه الفرق ما بين ان انا ازور الطوبه اللي فوق القبر بتاع الولي احمد مش عارف مين، احمد البدوي، ما كانش موجود اياميها يعني، ماشي، او السيد البدوي، ايه الفرق بين ان ازور الطوبه دي والمسها بقى واتمسح فيها وكلام من ده، وان انا ازور هبل ولا منات ولا اللات ولا مش عارف ايه، ايه الفرق يعني؟ هما الاثنين حتى الكفار ما كانوش بيقولوا ان دول ربنا، كانوا بيقولوا دول بيقربونا من ربنا زلفا. نفس الكلام، ده مش ربنا، السيد البدوي مش ربنا، بنتقرب منه عشان هو يقربنا لربنا. واخد بالك؟ فبدات دي عقيده طبعا، ده هو كفر كده. فده اول حاجه. ثاني حاجه ان هما بداوا يعملوا حاجه اسمها ايه بقى؟ اللي هو بيقولوا عليه ايه؟ اللي هو لما هو اسمها ايه يا ربي؟ اللي هو يعني ايه التوحد مع ربنا. يعني بيوصلوا بقى لدرجه في الحضره بقى، بيوصلوا لدرجه بقى ان هم يعني يحسوا ان هم يعني انهم دخلوا في حضره ربنا. بقوا بصف العظيم يا رب، هم وربنا واحد يعني. بقوا جزء من ربنا في الفتره اللي هم الهيام بقى وصل فيهم لدرجه رهيبه دي.
ماشي انا دي كلها فيلينجز ما اقدرش ان اقول ان هم دي دونت هاف ذس فيلينجز، يعني ممكن ان هم فعلا عندهم الاحساس ده. المصيبه بقى اللي هم بيطلعوا بيه من الحضره بقى، الواحد منهم يطلع بالحضره يقول لك ايه، والله انا ربنا قال لي ان انا مش لازم اصلي مثلا صلاه العصر، انا مغفور لي. والناس بقى تيجي بتبص ايده ومش عارف ايه، او ربنا قال لي ان اي حاجه حد هيطلبها مني انا هقدر احققها له. طب ما ده انت كده بتدعي على الذات الالهيه حاجه ما غلط ما حصلتش. فبدات الحاجات دي كل العقائد الفاسده دي تنتشر في بلاد الاسلام. فالامام الشافعي يمكن عنده حق، I don't know، قال ان هو دول وحيين. يعني ايه؟ يعني ما تقدرش تحيد عن الوحيين دول، ما تألفليش. يعني عندك قرآن، ما انت كلكم including سنة وشيعة وكلهم عدا المعتزلة والحنفية، هم الوحيدين اللي ما لهمش دعوة بالحديث. ها كل الناس تانية لازم لازم، القرآن مش عاجبنا، القرآن مش عاجب المسلمين يا جماعة، القرآن حاجة بسيطة كده، لا احنا عايزين حاجات تانية كتير. ازاي القرآن ما يقولناش ندخل الحمام بأني رجل؟ لازم، فلازم نألف بقى حاجات ونشوف لنا بقى، ندور بقى في ونسأل الناس هل الرسول أي حاجة قال أي حاجة على دخول الحمام بأني رجل؟ ولا نمسك الأعضاء بتاعتنا واحنا بننام ببيه بأني إيد؟ والهبل ده ها. فالناس يعني الراجل السكالر يبقى قاعد مكسوف، والله انا اقول لهم ايه، مفيش نعمل لهم حاجه، والله انا شفت يعني فاهم، بيبداوا يالفوا الكلام ده. فهو رغم كل التاليف كان برضو احسن من الشطحات اللي بيطلع منها الصوفيه. فهو يعني الميزان بقى اللي عند ربنا هو اللي هيحكم، هل الامام الشافعي حافظ الدين بان هو عمل كده الى حد ما، ولا اللي هو حافظه في الوقت ده بس ادى الى دماره فوريفر بقى، يعني بعد كده خلاص اتدمر بقى الدين. معرفش، انا رايي ان هو طبعا دمر الدين. الحق حق، قول الحق وسيب بقى لربنا، ربنا هيتصرف مع الناس دول. ماشي، فده ايه الامام الشافعي. وطبعا بعد كده جاء احمد بن حنبل برده كان يعني بيواجه نفس المشكله، بس وصل بقى لدرجات افظع شويه. قال لك بقى مفيش اعمال للعقل خالص، تحس ان اللي بيتكلم يعني احمد بن حنبل معروف ان هو يعني لما تسمع قصته لازم تتعاطف معاه، يعني الراجل ضحى بحاجات كتير وضحى بحياته وكلام من ده، بس دمر الدين برضه. ماشي، فده بقى راح قال لك ايه، عمل 20,000 حديث، كتب 20,000 حديث، وقال لك انا حفظت مليون حديث. يعني الراجل ايه مهتم قوي بالحديث، وطبعا اهمل القران جدا يعني، وما عملش مذهب ولا حاجه. ها، لان هو المذهب بيتطلب ايه؟ المذهب بيتطلب ان انت بتروح للراجل اللي هو زي ابو حنيفه ولا مش عارف ايه ولا وبتساله سؤال، فهو بيطلع بيفكر ويعمل الحاجات مع بعضها وبيطلع بقرار، يعني فيها الى حد ما قرار انساني مع في تفكير، بتحاول تعمل الحاجات دي، بتحط الحاجات دي بتطبقها على الحاله الموجوده خلاص. فلما يحصل كده يبقى اسمه مذهب. هو احمد بن حنبل ملوش مذهب، وما بعد كده عملوا له مذهب، لانه احمد بن حنبل رايه ان هو لا اعمال للعقل. والله الواحد صعبان علي احمد بن حنبل والله، يعني هو لقى ان المسلمين اغبياء لدرجه ان هم لما بيعملوا العقل بيعملوه غلط معظمهم، بيمسكوا الحاجه ويقعدوا بقى ايه يالفوا فيها ويلفوها، يحطوا يلفوا 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 ويدوروا ويطلعوا بحاجات غريبة ويغيروا الدين خلاص. فراح قال لك لا مفيش اعمال للعقل، برضو عمل حاجة بس دمر الدين برضو بعد كده. فمفيش اعمال للعقل معناها ان 20,000 حديث اللي هو حطهم مع القرآن 6,000 آية ذاتس ات، مفيش ولا حاجة تانية ولا تفكر. وبقى فيه والنبي دين، يبقى كلمة عقلاني فيه سبة. يعني لما يعني لو دخلت جامع من دلوقتي ولا قلت الكلمتين اللي انا بقولهم دول في جامع، الناس هتقول لك اضربوه ده عقلاني عقلاني. تخيل زي كده، اما الشيطان احتنكنا برضو ولاد الكلب اللي كانوا بيساندوا عبد الناصر وطلعوا يقولوا لا للديمقراطيه ولا اسلام، لا ديمقراطيه ولا اسلام، اضرب اضرب يا جمال، لا رجعيه ولا اسلام. تخيل
خلاهم يقولوا كده. لكن كلهم ايه ده، انت لو شفت، لو انت قابلت كل واحد فيهم بتصلي جمعه يا اسطى، بتصلي عيد يا اسطى، عايز تحج يا وحاجات يا مراتك مثلا متحشمه، يا متحشمه ممكن تكون محجبه كمان، هل تسمح لمراتك تلبس مايو؟ لا. هل بتقرا قران؟ يا اسطى يعني كل حاجه، مسلم محترم، لكن طالع زي الحيوان، شيطان ماسكه كده بيمشيه زي الحصان، بيقول لك لا انا جاي ولا اسلام ماشي. والحاجه الثانيه لما مثلا قال له خلوهم يشتموا في الديمقراطيه، تخيل لقوا شويه تفجيرات واقنعهم بشويه الازرع الاعلاميه بتاعته، التفجيرات دي بسبب الاحزاب اللي عايز ترجع تاني تمسك الحكم وكلام من ده، فقال لك لا ديمقراطيه، تخيل احكمنا بالحديد والنار يا جماعه، احنا عايزين ديكتاتوريه، تخيل يعني مفيش اكتر من كده احتناك. الشيطان بيدلدل رجله يعني. انا مصر بالذات يعني دي فيها حاجات رهيبه، يعني حاجات رهيبه. anyway فنفس القصه برضو، ان هما الراجل يعني غلبان احمد بن حنبل، لا الناس مجانين، فقال لك مفيش حد يفكر بس، وانتهى الموضوع على كده. تعال بقى ابن تيميه، انا مره اتكلمت على ابن تيميه، ابن تيميه ده غلبان برضو، غلبان. ابن تيميه ده كان عالم دين في دمشق ايام الموضوع ده، بيقول لك دخل التتار، كانت ساعتها تتار ايام عهد ابن تيميه، كانت تتار خلاص. فاسينيتنج والله، يعني قصه ابن تيميه دي تخلي الواحد يضحك ويعيط ومش مصدق نفسه على اللي حصل. فيدخل التتار بغداد يدمروا الحضاره الاسلاميه اللي هي كانت اعظم حضاره في العالم وقتها، يعني كانت زي امريكا كده. امريكا دلوقتي كان كده دوله ضعيفه عملت جيوش ودخلت امريكا دمرتها كلها، ومش بس اي تدمير بقى، ده كانوا بيمعنوا بقى في ايه، في التدمير، يعني يحرقوا المكتبات، يحرقوا الحاجات اللي المسلمين بنوا فيها، اخدوا فيها عقود عشان يبنوا فيها حاجات، حرقوا حاجات كتير جدا مفقوده يعني لغايه دلوقتي العلم ده بتاعها يعني. وكان يعني المسلمين كانوا مرعوبين، كان عندهم بقى خلاص اللي هو حاله الايه اللي هم المنعمين يعني، ووصلوا لدرجه ان هم مش عايزين حتى يحاربوا، يعني مش عايزين حتى يحاربوا عن شرفهم مثلا، مش عن دينهم، عن شرفهم. فكانوا بيسمعوا الحكايات بتاعه التتار، وكانت بالنسبه لهم دي مصدر للرعب الرهيب. يا نهار اسود، التتار دول رهاب. كان بيقول لك الراجل التتاري بيجي ماسك خنجر خلاص، ويوقف قدامه 20 واحد يقبض عليهم، يعني 20 واحد مسلم معهم سيوف كل واحد، وهو واحد واقف لوحده، معهوش الجيش، يعني الجيش بعيد عنه شويه، والمسلمين مرعوبين بيتكتكوا منه، كل واحد اهمه على نفسه. فبدل ما يتجمعوا كلهم مهاجمين عليه ويمكن يموت هو واحد ولا اتنين عشان هو قوي وتتاري زي ما هم بيفتكروا، لكن ديفنتلي هيقتلوه يعني، لا دول خايفين ومرعبين ويعني بيتمنوا ان هو يصفح عنهم، فقاعدين يمسك واحد منهم، بيقول لك يمسك واحد من كل واحد منهم يذبحه قدام التانيين، يقتله او يذبحه قدام التانيين، الاول يقول لهم رموا السيوف، مرمين السيوف، ويمسك كل واحد منهم يقطع رقبته ولا يبج بطنه ولا مش عارف ايه، والناس التانيه كلها عماله تتفرج، امالهم ان هو يعني ممكن يصفح عنهم يعني. يعني حاجه بقول لك كانت يعني دي مكتوبه في كتب يعني، فممكن ما اعرفش اكزاجريشن ولا لا، بس مكتوبه في الكتاب، بيقول لك ان هو ده اللي الناس لاحظته. بيقول لك الست يعني لما يدخل على الراجل والست يفتح بطن الست ويشوف فيها ولد ولا بنت، بيقول لك الست السيده الست اللي هي التتاريه كانت تقف قدام الراجل، الراجل يعمل يعني بيها الروح ويرمي السيف يعني. هو طبعا ده اللي بيحصل يعني، المسلمين كانوا عكس كده تماما، كان الناس هي اللي بتخاف منهم الخوف ده ايام الفرس والرومان، ناس منعمه الفرس والرومان، والمسلمين جايين من الصحراء ومفيش قدامهم حاجه غير ربنا ودينه، فيعني ما يهمهمش يتقتلوا ولا ما يتقتلوش، فلما تلاقي حد زي ده بتبقى مرعوب منه خلاص. فنفس القصه، التتار جايين ناس حفاه عراه هم كمان، بس فيري فيشس، وانت واحد منعم في بغداد اعظم دوله في العالم، فطبعا خلاص نعومه الاصفار بقى خلاص انتهى. فاني واي، فاللي حصل ان التتار عملوا المساخر دي،
وقبل طبعا بغداد عملوا مساخر في كل دول الاسلام من اول منغوليا لغايه بغداد، ودخلوا على سوريا كمان. وانت عارفين طبعا ان هو في نهايه الكلام ان هم كانوا داخلين على مصر، بس ايه قطز والناس دي والمماليك وقفوهم فين؟ في عين جالوت، ماشي. ودخلوا شويه في اوروبا، دخلوا في تركيا وشويه في اوروبا كمان، فيعني في كل حته ماشي. التتار بقى بقى موجودين في الشام خلاص، بقى حاجه يعني بقى موضع محتلين، يعني قوه محتله في الشام. طبعا انت الحاميه اللي بتحمي البلاد بعد ما تحتل بتبقى قد ايه؟ تقريبا حاجه بسيطه، تسيب مثلا 100 واحد 200 واحد في كل مدينه كبيره، وممكن 2 3 في كل قريه، عشان يبقى هم دول الحاميه اللي بتجيب لك بتجيب للتتار مثلا التاكسز اللي هي الضرايب والمش عارف ايه، وبتحفظ الامن ان هو انت الناس دي بتدين للتتار، وبتتاكد او بتتاكد ان ما فيش حد بيعمل جيش مثلا عشان يطلع تتار من البلاد دي. خلاص دي الطريقه اللي كانت شغاله، وتلم الجزيه كل الكلام ده. ف طبعا حضاره زي الحضاره الاسلاميه نامت واتضربت بجزمه ومش عارف ايه وكلام من ده، لكن التتار خايفين. يعني لو دخلنا لو فضلنا قاعدين وسطهم بعد سنه سنتين ثلاثه هيشوفونا، هيعرفوا ان احنا بشر، يعني ما عندناش قوه خرافيه، وهيدطوا علينا مره يعني ما لهاش حل. يعني هتقوم ثورات وهتقوم حركات ان احنا هنتبهدل والبلاد دي هتتاخد تاني مننا، لان دي حضاره قويه هتقوم تاني. فعملوا ايه الاساتذه التتار؟ هم فهموا الدين الاسلامي، هم فهموا ان فين زي ما بيقولوا ايه اللي هو الاكيلس تندون بتاع اللي هو التندون بتاع اللي هو الاله اكيلس ده بتاع اليوم. المهم يعني القصه بتاعت اكيلس تندون اللي هي اضعف حته في الدين، اضعف حته في الدين عندنا موضوع ان هو ان انت تطيع الحاكم لو هو مسلم مهما كان. الحاجه الايرونيك، الحاجه اللي تضحك، الحاجه اللي تخليك تمصمص شفايفك تقول يا استغفر الله، يعني لا حول ولا قوه الا بالله، ان مين اساسا اللي عمل القانون ده؟ هم العباسيين اللي هم اتكوب ناره بعد كده. يعني هم عملوه عشان هم ظلمه معظمهم، وظلموا الناس واخدوا فلوسهم واخدوا مراتاتهم واخدوا كل حاجه. وعاشوا هم في نعيم، وعايشوا الناس برضو في نعيم، بس يعني عاشوا هم في نعيم اكتر من اي حاجه خلاص، وما كانوش بيقيموا شرع ربنا، وكانوا بيعملوا كل الحاجات ماشي الموبقات ماشي. فكانت ساعتها الناس لسه عندها برضو اسلام ودين العامة، فلو كان سابوها للقرآن كانوا دول العامة هيصوروا عليهم خلال سنتين ويقتلوا كل العباسيين او يطلعوهم من الحكم. فالعباسيين اسكي راح بدأ يطلعوا الاحاديث اللي هي بتقول ايه ان انت تؤمن، يعني الحديث بقى اللي هي برضو من ضمن احتناك الشيطان لنا بقى او للمسلمين الجنرال، اللي هو ايه؟ قطع ولي الامر وان ضرب ظهرك وايه واخذ مالك، وفي بعضهم كان وايه وهتك عرضك. يعني لو الحاكم ده اخذ ضربك بالجزمه وجلدك واخذ فلوسك من غير حق لازم تطيعه برضه عشان هو ولي الامر. والناس اللي هم الحلمنتيشي اللي هم علماء السلطان راحوا مزودين، قال لك ايه المقصود بولي الامر هنا؟ اللي هو ولي الامر المسلم. يا سلام، مش ولي الامر الثاني يعني. ماشي، فجم التتار لقوا الحاله دي، حط ده مع ممكن هم حبوا الدين الاسلامي، انا ما بقولش يعني ان هو كلهم كانوا منافقين، يعني ممكن في هم ما كانش عندهم دين اساسا، مش عارفين يعني ايه دين اساسا، جم هنا لقوا في سيستم ودين ومش عارف ايه. ودي حاله غريبه جدا، من يعني يمكن الحاله الوحيده اللي انا اعرفها، ممكن حد يقول لي على حاله تانية، ان الدوله الغازيه بتتدين بدين الدوله المهزومه. ده غريب. هم دخلوا البلاد الاسلاميه ويعني كانوا فيري يعني كانوا قصاب بطريقه فظيعه، وقتلوا وذبحوا وعملوا مش عارف ايه، لكن لما لقوا الاسلام حبوا الاسلام، قال لك ده دين كويس، ده احنا يعني ذات سمثينج make us even stronger، يعني make us يعني بيخلينا اقوى، و يعني شكله دي كويس الحقيقه، مفيش حاجه غلط فيها. فايه فدخلوا في الاسلام، فالتتار دخلوا في الاسلام. انا ما اعرفش في ناس كتير تعرف الكلام ده ولا لا، بس دي حقيقه تاريخيه. يعني
ان هم التتار دخلوا في الاسلام. فلما دخلوا في الاسلام حصل ايه؟ كل الثورات او الدعوات للثورات او مش عارف ايه خمدت. الناس ما بقتش عايزه تصور، هتصور على ايه؟ ده بيقول لك ما ده حاكم مسلم، ايه الفرق بين التتاري المسلم والعباسي المسلم؟ يعني هم الاثنين واحد ماشي. فالعباسيين اتكوا بنفس الدار لان الناس خلاص مش عايزه تقوم بثورات لان هم مسلمين. That's why على فكره انت لو تاخد بالك نابليون بونابرت دخل جامع الازهر ولبس اللبس بتاع الشيوخ اللي في الازهر واعلن اسلامه، ورغم كده ما حدش صدقه، بس في مصر دي الميزه يعني. لو كان حد صدقه كان زمان لسه في مصر دلوقتي في محتلين بالفرنسويين. فهو ده اللي حصل. جاء ابن تيميه ساعتها طلع في الوقت ده. فاول حاجه اتاثر بايه عشان بس تعرف ابن تيميه؟ طبعا اللي ما يعرفوش ده ابو الارهاب. طبعا انا يعني الناس بتعتبر ابن تيميه ده، في ناس بتعتبره رسول يعني. ده ابو الارهاب يعني، الراجل اللي عنده مؤلفات خرافيه وعنده على فكره مؤلفات كويسه يعني، هو عالم اسلامي بس شطح. بس انا اقدر اقول لك هو شطح ليه. فمثلا ايه الحته اللي هو يعني الاتموسفير او هو يعني نشا في ايه؟ نشا بتدخل في ايه؟ نشا في مكان كله قتل، كله قتل. التتاري يقتل المسلم والمسلم يقتل التتاري، واي حاجه تحصل بين التتاري ومسلم، التتاري يقتل المسلم. ها وكل يوم تسمع 2000 واحد ماتوا، 10 ماتوا، 20 قطعت راسهم، 5 مش عارف ما قالوا حاجه على الحاكم قتله، وكمان الحاكم المسلم برضو زي التتاري بالظبط يعني. يعني ده مش عارف مش عايز يبايعني لازم نقتله، وده مش يعني كل الكلام ده ايه فيها قتل كتير قوي الموضوع، وكل وفي حروب. فالموضوع يعني رهيب. في زمنه ابن تيميه دخل هو بقى رقيق، بقى هو المنشط لحركات المقاومه ضد التتار، فده طبعا تحسب له خلاص. لكن من ضمن الحاجات اللي هو حب يستخدم الدين ان هو يعرف مين المنافقين من التتار، فبدا يدخل في الحاجات الغريبه بقى. مفيش حاجه في الـ في الـ في القران ولا في السنه ولا في الحديث ولا في اي حاجه قبل ابن تيميه اسمها الاستتابه. ده ها اللي بيقول لك ايه ان هو ما بيحبش الـ كل بدعه ضلاله، دي اكبر بدعه. قال لك حاجه اسمها الاستتابه اللي هو ايه؟ الواحد من دول يدخل تقول يساله ابن تيميه اللي ما بيصليش او بينسى صلوات، قال له يستتاب، فان لم يتب نقتله. يا نهار اسود، نقتل اللي بيصلي بس بينسى صلوات؟ يس نقتله. ليه؟ لان احنا استتبناه يعني قلنا له توب وارجع صلي تاني، فهو رفض او ما تابش، حاول بس ما تابش مثلا، فنقتله. مش انت فكر فيه هو بيعمل كده ليه؟ عشان التتاري، عشان يكشف منهم مين هو من التتاريين دول هم المغول. لان ازاي هقول للناس انا عايز اعمل ثوره وعايز اعمل مقاومه ونطلع تتار من بلادنا وهم مسلمين؟ الناس مقتنعه تماما بالاحاديث اللي اتالفت عليهم قبل كده اللي هو ما يقدرش يقول عليها غلط لان هو بيدرسها، كان بيدرسها، واخد بالك؟ فاضطر يعمل الحكايه دي اللي هو لما اقتلوه، واللي ما يحضرش الجماعه ما يحضرش الجماعه اقتلوه، استتابه وقتله. طب انت عارف يعني استتابه يعني ايه؟ اللي غير دينه اللي ارتد هو اول واحد برضه طلع قال لك ايه؟ يستتاب وبعدين اقتلوه، واخد بالك؟ انت عارف يعني ايه يستتاب؟ يعني يستتاب ده عكس تماما الاكراه في الدين. يستتاب ده معناه ان انت قاعد سايب واحد بتقول له انا هحطك في الحجز ده او هربطك وارميك في الشارع مربوط فور 3 دايز، في 3 ايام لغايه ما انت تقرر لو هترجع تاني الاسلام هنفكك وتروح تعيش حياتك عادي، لو انت مصمم ما تبقاش مسلم هنقتلك. هو في اكتر اكراه في الدين اكتر من كده؟ هو في اكتر من كده اكراه؟ طب ما طبعا اي واحد عنده مخ هيرجع الاسلام، حتى لو هيرجع الاسلام بقى كده يطلع تاني او يهرب بقى او يجري ولا بتاع. يعني انا بقى غبي لو انا قلت لي كده وقلت لك لا انا برضو عايز اطلع من الاسلام، طب ما انا هتقتل، واخد بالك؟ فانا هكذب اقول اي حاجه.
ماشي وارجع الاسلام غصب عني حتى يا سيدي مش مشكله المهم اعيش. ده اكتر حاجه فيها يقول لك ما فيش اكراه للدين يعني اكراه في الدين. يقول لك لا ما انا استتاب. استتاب ايه اهبل انت؟ استتاب ده يعني معناه ان هو في ادي اند اوف الاستتابه بقى عنده تشويس ان هو يا اما يفضل في اتجاهه اللي هو عكس الدين يا اما يرجع للدين. بس التو تشويسز محميين مش انت تموت. هبل ده ولا عبط؟ مفيش طبعا ده اسمه اكراه في الدين. فهو عمل كده قال لك ده هو اللي عمل حد المرتد وحد الزنا وحد 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 كل جميع الحدود اتعملت لدرجه ان هو يعني عشان مش عايز يطلع اي حد من القدامى غلط يعني هي ابروفد ان واحد من الامويين اخذ واحد من العلويين تقريبا او مش المهم يعني وذبحه بعد صلاه العيد يعني ربطه في المنبر طلع ادى خطبه العيد ونزل ذبحه في الجامع قدام الناس كأنه هو اضحيه العيد عشان كان بيقول كلام ضد السلطه. عالم ديني يقول كلام ضد السلطه. وابن تيميه رغم ان ده معروف ان دي حادثه يعني رهيبه فيها ظلم رهيب ومعروف بدل ما يبقى عالم لا قال لك لا ينفع برضه. ليه؟ لان هو خايف الدين بيتغير لسه الصوفيين موجود والشيعة موجودين. وكمان وعلى فكرة معظم التتار كانوا شيعة او تشيعوا يعني اخدوا المذهب بتاع اللي هو اهل البيت ومش فاكر الكلام ده اقرب للتفكير القبلي يعني. فطبعا هو عايز يحمي الاسلام من كده فطلع كل الحاجات دي. بقى الاسلام بزرميت بقى الاسلام بقى الاسلام اسم ابن تيمية مش اسلام القرآن مش اسلام ربنا ده اسلام ابن تيمية يعني بقى كل الحاجات دي اللي ملهاش اي علاقه بالقران ولا اي حاجه باي حاجه. ويقول لك ده رايه عالم من علماء شيخ الاسلام ها. فلكن لما تعرف لما تدخل جوه الحقيقه وتعرف ليه هو عمل كده يعني الى حد ما تقبل تديك الى حد ما مصداقيه شويه تعرف ان هو ياس هو راجل كويس ممكن هذا النوع ممكن يعني ربنا هو اللي هيقدر لكن في النهايه ممكن يدخل الجنه وممكن يدخل النار ما اعرفش ماشي. المهم في النهايه ان هو راجل كويس وممكن يقصد خير بس هو عمل حاجه غلط. فحسب بقى هو في نيته ايه ده يا اما هيحرقه في النار يا اما هيدخله الجنه وتبقى حسب النيه دي اهم حاجه ماشي. الحاجه الايرونيك جدا الحاجه اللي يعني تخليك تمصمص شفايفك ان هو الراجل بتاع البدعه ده كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبتتقال في كل خطبه دين ايه ده يا رب استغفر الله العظيم يا رب كل بدعه ضلاله اي بدعه يا لهوي. المهم ابن تيميه نفسه مات في السجن يعني او اخر حياته اتسجن في مصر لان الناس اللي حواليه اللي هم الحنبليين اللي زيه حكموا عليه ان هو مبتدع ان هو بيعمل حاجات فيها ابتداع واتسجن ومش عارف ايه بتاعه وتعذب وكلام من ده واخد بالك. فيعني ده يعني ما اعرفش يعني ده ايه يعني هل ده هيبقى العذاب بتاعه ولا لسه مستناه عذاب تاني في الاخر. اللي انا اعرفه ان هو السبب في قتل الملايين من المسلمين هو ابن تيميه ده وتدمير الاسلام ماشي اوكي. فاللي انا بقوله ان هو كل حاجه لها سبب كل فرقه اتكونت اتعملت عشان سبب. وعلى فكره I can tell you the same thing نفس القصه في المسيحيه دي حاجات معروفه برضو اتدرست وتعرفت. تلاقي انجيل يوحنا مكتوب بطريقه معينه عشان يرد على حاجات اسئله كانت موجوده في المجتمعات ساعتها اسئله عقائديه رهيبه موجوده في المجتمعات ساعتها بعد انجيل لوقا. فقال لك لا يا عم راح عادي يجاوب على الاسئله ويزود بقى من عنده عشان يجاوب على الاسئله ها. يعني وصلت لدرجه ان هو الف حاجه جديده يعني الناس بدات تتكلم مثلا يعني تيجي مثال بسرعه عشان ندخل في الموضوع ده. مثلا الناس تقول ايه يا جماعه الناس المسيحيين المؤمنين ان سيدنا عيسى ده ربنا ومش عارف ايه وكل الكلام ده يعني تخيل برده مش مصدقين ان هو مات من ان هو اتعلق على الصليب لمده 6 ساعات. ده يموت ما يموتش الناس تقعد على الصليب بالايام وما تموتش. راح مألف حاجه جديده خالص ها. قال لك ان واحد من الحراس ضربه
بالحربة في ايه؟ في الكبد بتاعه، فبدأ ينزل دم، اخد بالك؟ هو مفروض ان العقاب بتاع المصلوب ان هو يتصلب ويفضل يتعذب على الصليب لغايه ما يموت، ولا احنا هنموته بالحربه؟ احنا برضه عايزين نعرف يعني، المفروض احنا بقى نسجن ولا المفروض كانوا يقتلوا او يعاقبوا الجندي الروماني ده؟ احنا يا ابن الكلب احنا حاطين الراجل ده على الصليب عشان يتعذب، انت بتقتله ليه؟ انت كده بتقلل العقوبه، اخد بالك؟ فدي طريقه التفكير. ومش بس كده، راح مزود عليها بيبينج تام، بيبينج توماس. ها توماس جاء وراح حط صبعه في يعني في الزياره المشهوره اللي بيقولوا عليها للسيد المسيح بعد ما مات للابر روم اللي هي الحجره العليا في الـ في الـ في البيت اللي كانوا قاعدين فيه اللي شاف فيه الحواريين. الزياره دي اللي جاء بقى ما كانش فيها بيبينج تام قبل كده، توماس ما كانش موجود، هو مكتوب في الزياره اللي قبل كده ان توماس ما كانش موجود، كان الحواريين كلهم موجودين ما عدا توماس. توماس ده جاء بعد كده انا زياره ثانيه بقى خالص ما اتقالتش، ورجع تاني المسيح تاني لعب عيال بقى، وراح توماس قال انا عايز احط صبعي في الجرح، راح حط صبعه في الجرح. لما حط صبعه في الجرح المسيح ايه قال لي يا سلام، يعني موافق ان المسيح ايه هو ربنا بقى، او هو فعلا مات وصحى تاني، واخد بالك؟ فطبعا كله تهريج، كله ايه يعني بترد، عمال يرد على حاجات تانية موجوده. فنفس القصه بتحصل في الاحاديث. الحمد لله ان ربنا حفظ لنا القران، لو ما كانش حفظ لنا القران المسلمين دول ما يتمنوش حتى على القران، كان زمانه اتغير لغايه دلوقتي. هو بس بحكمه وقدره من ربنا القران محفوظ لغايه دلوقتي زي ما هو بالظبط، لكن الحديث مش كده. فالناس عماله تالف زي ما هم عايزين في الحديث. ماشي ماشي، دي مقدمه كبيره جدا اللي انا قلتها دي، معلش يعني، للحاجه المهمه اللي انا كنت عايز اتكلم فيها، اللي هي ايه؟ الاحاديث اللي هي بتمعن في احتناك المسلمين، في ان هم الشيطان بيمعن في ان هو يعني مش هتقول كلام وحش، يعني يركب ويدلدل رجله كده على المسلمين، يمسكهم زي الحمير، يوريهم بيخليهم يقتنعوا بحاجات استحاله العقل ولا المنطق ولا الدين يسمح بيها. ماشي؟ يعني مثلا ابسط حاجه، دي طبعا مليون حاجه طبعا، بس انا النهارده حكيت امسك ثلاثه او اربع حديث بس في ثلاث اماكن، يعني اكتر من كذا حديث، بس هو المشكله ثلاث اماكن معينه. فور اكزامبل الكفار قالوا للمسلمين ايه؟ انت تتبعونا الا رجلا مسحورا، انتوا بتتابعوا واحد مسحور. حاجه انت بس حط نفسك في الموقف نفسه اياميها، الرسول هو المسلمين قاعدين، وانا رايح مثلا بكلم الناس، او انا بقيت مسلم والناس بتشوفني مثلا في مكه، يعني انت ما اعرفش الناس مقتنعه بتفكر بالطريقه دي ولا ما بتفكرش، يعني انت ما تفكرش فيها دلوقتي ان انت تسمع قصة دلوقتي. الناس دي كان عندها حياه كامله، وعندهم برضو اولاد وعايزين يكبروهم ويجوزوهم ويخلوهم ويدخلوهم مدارس، لو في مدارس يعلموهم، والحياه صعبه وحياتهم صعبه، يعني حياه بدويه ويحافظوا على بيتهم وكل الكلام ده، فعنده مشاكل كتيرة جدا في حياته. وانت داخل بعد كده تقول له غير دينك او ادخل في دين تاني، فدخل في دين تاني عجبه الاسلام فدخل في دين، يدخل كده تبص ليه الناس بتاع الكفار بيقلصوا عليه، بيقولوا انت ابني تتابع واحد مسحور، ده يا راجل ده احنا لما الناس اللي بتحب او بتساند يعني الشرعيه في شخص محمد مرسي، الواحد برضه نفسيته بتتعب لما يسمع كلمه مثلا خرفان، يسمع كلمه يعني رغم ان هم الناس دي هجاصه وواحد ما بيهتمش برايهم ولا بيقولوه، بس يعني بتسمع كلمه خرفان، او مثلا تسمع حد مثلا انت بتتكلم على محمد مرسي وحاطط له مثلا في ذكراه مثلا ولا حاجه، حاطط صوره، تلاقي واحد قذر يطلع يقول لك الخروف مرسي، واحد قلبه بيوجعه شويه، يعني اي دونت كير، بس يعني ايه قلبه بيوجع ياه للدرجه دي؟ للدرجه دي انت مش شايف الحق خالص؟ يعني تقول عليه الخروف، راجل مات يعني قتلوه في السجن بصراحه، يعني وانت وضحى عشان بلده كل ده، وما عملش حاجه غلط، ما سرقش ولا قتل ولا عمل اي حاجه،
انت بس مش عاجبك طريقة حكمه يعني، وانت معترف انه حصل ضده حاجات كتير متعمدة ان هي تدمر الحكم بتاعه يعني. كل الكلام ده انت مقتنع بيه، ورغم كده بتقول عليه لسه بتقول عليه خروف بعد ما مات كمان يعني، صعبة شوية. فانت تخيل انت بقى، انت طبعا محمد مرسي ده ايه لله المثل الاعلى يعني، ده حاجة كده ايه الرئيس لازم يعني who cares. التاني ده النبي، التاني ده النبي اللي انت مقتنع ان هو نبي وهيدخلك الجنة يعني الايمان بيه، وبتحبه حب رهيب اكتر من نفسك، وتمشي كده تلاقي واحد يقول لك ايه ده مسحور يا راجل، ده انا شفته زي المسحورين التانيين اللي انا شفتهم كده، هو ده هم بشكلهم عامل كده، وشوف شوف لابس ازاي، شوف بيمشي ازاي مثلا اي حاجه بقى، ها شوف بيمشي ازاي، شوف بيتكلم ازاي، شوف مش ده راجل مسحور. انت تخيل انت وضع تحس بايه، ورغم كده المسلمين يعني نبذوا الكلام ده وحاربوا الموضوع ده بالقوة وقوة عقيدتهم مش عارف ايه وبتاع، وحاربوا كمان بالايد والسلاح ومش عارف ايه وبتاع، وفي نهاية الامر ربنا كتب لهم النصر، ان الراجل اللي هم كانوا بيقولوا عليه مسحور ده بقى هو يعني هو دخل اخذ كل حاجة وبقى يعني بقى قائد الجزيرة العربية كلها مثلا يعني. تبص تلاقي حديث بيطلع، انا متاكد ان اللي طلع الحديث ده واحد من مين، يا من المنافقين يا من اليهود يا من ايه من اللي هم اسمهم ايه اللي دخل عليهم مكه دول اللي اسمهم الطلقاء. الطلقاء دول كان فيهم كميه من المنافقين محترمه محترمه، مش كلهم طبعا بس في منهم. انت بتخيل انت الطلقاء دول يعني، يعني انا طول عمري عندي مشكله في موضوع الطلقاء دي. الطلقاء دول يعني في ناس فضلوا يحاربوا الرسول كونتينيوس بعد بدر وبعد احد وبعد صلح الحديبيه، ومحاربه رهيبه وكره رهيب وكلام وكلام عليه رهيب، وكان عندهم الفرصه ان هو مجرد بس يمشوا كده يروحوا المدينه يبقوا مسلمين خلاص، ها او حتى يكتموا اسلامهم في مكانهم ماشي يعني، ممكن يعملوا حاجات كتير يكفوا بس الشر عنه شوية، ها اي حاجة من الحاجات دي كان ممكن يعملوها، لكن ما عملوهاش. فضلوا قاعدين في مكة لغاية ما الرسول جاء with overwhelming power واخد مكة من غير طبعا حرب، بس اخدها بقى هو حاكم مكة. بعد ما هو بقى حاكم مكة سيادتك اسلمت، ربنا اعلم اللي في قلوبهم خلاص ماشي يا سيدي، ربنا هيدخلهم الجنة عشان بقوا مسلمين. بس هل انت تتوقع ان اللي في قلبهم زي اللي في قلب المسلمين المجاهدين اللي في الاوائل لا يستبوا طبعا. فلما يجي واحد من دول يقول لك حديث ان الرسول سحر رسول الله عن طريق واحد يهودي اسمه كذا كذا، ويدخلك بقى في التفاصيل عشان ايه تنسى المصيبة الفظيعة الرهيبة اللي حطها لك قدامك الشيطان، بيقول لك سحر رسول الله. القرآن بيقول ان انتوا بيشتموا، القرآن بيشتموا لما قالوا عليه ان هو مسحور، يقولون انتوا الظلمة يعني، يقولوا الظالمون ان انتوا بتتابعوا راجل مسحور ظلمة يعني ادخلوا النار. ربنا بيقول على اي حد يقول ان هو راجل مسحور ان هو منتهي ماشي، وانت جاي تقول سحر رسول الله. سحر رسول، عندي فيديو كنت عملته مجرد حطيتهم بس جنب بعض يعني حاجه تقشعر القلب. القران يقول الظالمون قال عليهم ان هو مسحوره، بتقول لك قالت عائشه عن مش عارف ايه عن مش عارف ايه سحر رسول الله، والراوي من دول ولا الوسخ اللي قاعد يتكلم ها بيتكلم بايه بكل قوه عشان يعني ايه، هو عارف ان هيوجع قلوب ناس كتير جدا قاعدين بيسمعوه، بس بيؤكد لك عليه سحر رسول الله. هو عنده انه يؤكد الحديث ده اهم 100 مره من سمعه الرسول وسمعه الاسلام وسمعه المسلمين. سحر بقى رسول الله يا سياده الراوي، ان سحر رسول الله معناه ايه؟ معناه ان يعني الست شهور اللي هو سحر فيها دي اي حاجه يقولها لازم بقى ندور، لو احنا بقى علماء صح ندور على اللي قاله في اخر 6 شهور دي سواء وحي او حديث
او خطبه او اي حاجه المفروض نلغيها تماما، ان هو كان بيقول لك بيقول الحاجه وبينسى بيقول ايه، فمش مضمون هو ده فعلا وحي ولا لا، ده يفسر ان في مشاكل في القران يا سيدي ماشي، مشاكل الزهره عند الناس يعني، ها في مشاكل في كل حاجه، يبقى لازم ندور على من الغي، يبقى الدين مش كامل، الدين بقى فظيع، الدين فيه حاجه غلط في اخر 6 شهور ماشي. وبعدين انت جاي يعني كانهم بينتقموا والله العظيم، واحنا بلعناه، هم بينتقموا مننا، هم بقوا غصب عنهم مسلمين، يا اما هيدفعوا جزيه او يعملوا حاجه، فهم قالك لا هنبقى مسلمين ماشي، بس من جوه والله انا بس عايز بس ابقى يعني معتدل شويه في الكلام، ممكن جدا هم كانوا مسلمين كويسين برضو، بس عندهم لسه حقد في يعني، هم بيصلوا ويصوموا ويعملوا كل الحاجات اللي المسلمين التانيين بيعملوها، عاجبهم برضو الاسلام يعني، ما حدش ما يعجبوش الاسلام، فبيعملوا الحاجات دي وحاسين ان هم دلوقتي في دوله قويه، فمديهم فخر اللي هم كانوا محتاجينه ماشي، ونسوا الحاجات القديمه، وهو برضو احسن لنا محمد من عندنا يعني، الفخر بتاعنا اللي جاي من قبيلتنا، فدلوقتي احنا بقى حكام كل الناس دي، فبيديهم فخر فدخلوا الاسلام. ربنا اعلم بقى بقد ايه ده الحاجات الماديه دي هي السبب في دخول المسلم، على قد ايه الحاجات الروحانيه اللي خلتهم يدخلوا الاسلام، فهيطلع في النهايه ان هو بالانس، وربنا بقى يتصرف، ربنا هيعمل بقى فيهم اللي ايه العدل يعني ماشي. لكن انا بتكلم عليه من جواهم، حتى وهم مسلمين كويسين في كده ذره حقد شويه على الرسول، وهم اقتناعهم ما هم اثبتنا لهم ازاي ان هو مش مسحور. طب ما احنا سيبنا الناس سابت مكه وهجرت المدينه ومع المسحور، والمسحور بعد كده جاب عمل جيش ودخل الناس وكسبوا مكه، يعني ما فيش اي اثبات ان الرسول مش مسحور بالنسبه لهم يعني. لما امهم قالت لهم هو عنده 12 سنه، امه قالت له الرسول ده محمد ده مسحور، خلاص هو مقتنع ان محمد ده مسحور، انت ما جبتوش اي حاجه تدل ان محمد مش مسحور، هتجيب له ايه اكتر من ايات القران يعني الرسول قالها ماشي، عندك ايه طبيب نفسي ابص عليه اشوف مسحور ولا لا، مفيش. فهو بيطلع حديث سواء بقى سمعها سواء اشاعه سواء هو مؤلفها كلها او مؤلف جزء منها او مكبرها او مصغرها او تبع ماشي، ويطلع لك حديث يقول لك ايه سحر الرسول الله، ويقول على لسان عائشه، عشان مين اللي هيكلم عائشه سيده يعني، مين اللي هيكلم خلاص، وانتهى الموضوع كده. فهي 200 years after الرسول ما يموت، بعد 200 سنة من موت الرسول أو 250 سنة، بعد بقى generations ماتت، 8-9 أجيال راح وخلاص، ده واحد يجي يقول لك قال صحهم لي بقى، صحهم لي يسألهم فعلا قالوا لي كده ولا لا، قال وسمع عن زازك سحر رسول الله، أول احتناكة الرسول ركبك خلاص الشيطان، قال لك حاجة يعني واضحة قدامك في القرآن وانت صدقتها ماشي. تاني حاجة بيقول لك ايه، انه لو كان انه لكذا وكذا، او يعني في القرآن بيقول ان الكفار قريش قالوا على الرسول ان هو مش بس مسحور، قالوا عليه ان هو ممكن يبقى كاهن خلاص. طيب تعال نبص على ايه موضوع الكهنه ده، فانت طبعا دي برضو انسلت، انت قاعد كده يا نهار اسود بيقولوا على الرسول بتاعي كاهن ماشي، وخلاص هتقول لهم ايه هاجرت الرسول الكاهن بتاعك ده راح معاك في حته ورجعت تاني خدته مكه وبقيت دلوقتي ده. يجي بقى المنافقين والكفار اللي هم ممكن يعني ممكن هو نفس الراجل اللي قال عليه كاهن قبل كده، هو نفسه طلع بيقول حاجات تثبت ان هو كاهن، يقول لك مثلا الحديث بتاع الدجال يقول لك ايه، يقول لك الرسول كان قاعد كده وبعدين ايه قال لهم الدجال هيطلع مش عارف مين وهيطلع من الحته الفلانيه وهيعمل كذا وهيبهدلكم وهيعمل كل الكلام الكبير ده، وقرب وخلاص وهيطلع في زمن مش عارف ايه وكل الكلام ده، وبعدين يطلع يقول لك ايه، وبعدين مره واحده الرسول قال ايه هيطلع من الحته دي واشار لليمن، وبعدين قال يطلع من دي ايه شهر الشام يطلع من دي يطلع من العراق، وانا قال لهم خوفي الامر ولا مش هقول لكم ولا بتاع كده، هو ده كان بيعملوا كده في رسول هيعمل كده، هو وحي ولا هاكس بالك،
فطبعا الرسول مش هيعمل كده، والوحي وحي، مش هيطلع زي الاهبل عمال ينط من يمين شمال يقول ما عملش كده. يا اما الف الحديث كله الراجل اللي عمل كده، يا اما الف غير في الحديث حاجات بسيطه خلاه شكله كده، بقى شكله زي الكهنه فعلا خلاص. وبعدين يقول لك بعد كده ايه؟ يقول لك ان هو برضو في القران مكتوب ان هم اتهموا الرسول ان هو مجنون. خلاص خدت انت بقى، انت خدتها في قلبك وزعلت، وبعدين هاجرت مع المجنون، استغفر الله العظيم يا رب، رحت المدينة، وبعد كده المجنون عمل جيش حاشاه وهجم على بتاعه القوة الرهيبة دي وخلاص، واخد المكان، حكم المكان تاني، اضطر الناس يبقوا مسلمين. بعد ما بقوا مسلمين لازال عندهم برضو الحتة اللي فينا، فيطلعوا لك مجنون، يطلعوا لك بيقول مثلا ان هو كان في، كان هو في ليلة من الليالي هجم عليه مجموعة من الجن وقعدوا يركبوا فوقيه وهو بيصلي، وقعد يحاربهم طول الليل لغاية ما هزمهم وبعدهم. ماشي، ده كلام واحد مجنون. واحد يقول لك مثلا ان انت يا ابو هريرة، ماشي مع، ماشي ورا الرسول وهو رايح الخلا، انا يعني ما اعرفش ابو هريره ماشي ورا الرسول ورايح الخلا ليه، فماشي الرسول رايح الخلا وماسك في ايده حاجه فيها ميه عشان ينظف الرسول نفسه بيها مثلا يعني. فالرسول قال له اديني بعد ما اخلص يعني الحاجه اللي هي دخل يعني الحمام، بيقول له يا ابو هريره اديني طوبه عشان اعمل بيها نفسي يعني انضف بيها نفسي، بس ما تدينيش روثه ولا تديني مش عظم، كان الرسول هياخد عظمه كلب ميت وينضف بيها الاماكن اللي عنده حساسه، او هياخد روثه. روثه يعني، يعني ايه يعني روثه؟ ما اعرفش كلمه، انا ما بتكلمش عربي يا جماعه. روثه يعني ايه؟ يعني حيوان يعني شخ على حاجه مثلا، هياخد الروثه دي وننضف بيها نفسنا، فانا مش عارف برضه. فقال له ما تدي يا ابو هريره اديني حجاره عشان انضف بيها نفسي، ما تديش النبي روثه او حجاره، روثه او عظمه، كان ابو هريره اداله قبل كده روثه وعظمه يعني. ف ليه جاء ابو هريره بقى ايه يعني، يعني تحس كده سكالر محترم، بعد ما الرسول خلص وماشي بقى مع بعض تاني، قال له فما بال الروثه والعظم؟ استغرب قوي يعني، مستغرب جدا ازاي يعني، ليه انت مش عايز تنظف نفسك بالروث او العظم؟ ليه؟ ده اول حاجه طلعوه مجنون ان هو بيتكلم على، طلعوا الرسول مجنون ان هو بيتكلم على، استغفر الله العظيم يا رب، حاشاه اعقل واحد في واعظم انسان ماشي في على سطح هذا الكوكب طلعوه يعمل الكلام ده، يقول لك ان مش عارف تديني روثة وما تديش روثة. المهم يعني فأبو هريرة بيسأله الروثة ليه، حكاية الروثة دي؟ فبيقول له لا أصل هو جالي مجموعة من الجن، فناس هو مجموعة محترمة من الجن يعني، وما أحسنهم وما أفضلهم ومش عارف إيه، فالمجموعة دي قالوا لي إحنا عايزين تدينا أكل يعني، توفر لنا أكل لغاية نهاية الخليقة يعني. فقال لهم لو خلاص وعد مني توفير الأكل بتاعكم اللي هو أي حاجة على روثة او اي حاجه على عظمه ده اكلكم يا اخويا، هو الرسول هو اللي بيحدد الرزق اول حاجه يعني، ثاني حاجه ده كلام هو الجن بياكلوا روثه وعظمه والحاجات اللي فوق الروثه والعظمه، دول زينا بياكلوا الحاجات دي، بياكلوا حاجات ثانيه anyway. يعني ده حاجات مجنون يعني، اللي قال الحديث ده مجنون، بس هو عايز يخليها الرسول بيشتكي لجبريل من ضعف جنسي عكس الحديث الثاني، وجبريل بيقول له تاكل الهريسه، الرسول جاب هريسه اللي هي في السعوديه اللي هي بتاع اللحمه والرز يعني، ها ده اللي عامله الراجل بتاع هريسه اكيد، ها. والحديث بقى اللي فكرني بكل المواضيع دي اللي هو ايه، حديث الايه الديك، قال ايه الحديث دي كان بنروح بيسمعه وهو صغير وخلاص بيعدي كطفل، حتى كان بيجي له اشمئزاز بس يعني بيعدي خلاص، يقول لك ايه لما تسمعوا صوت
الديك اللي يقدم على طول تدعو ربنا لان في ملاك الديك ده شاف ملاك معدي. يا سلام، هو قدرة ربنا على ان هو يستمع للدعاء بتاعنا اللي هو بيقولك اقرب لك من حبل الوريد، قوته دي يعني بتتأثر بوجود ملاك معدي ولا لا؟ يعني ايه علاقة الملاك معدي ولا لا؟ يعني ربنا استغفر الله العظيم مش قادر يسمعك قوي يعني، بس فلما الملاك بيعدي السماع بقى زيادة عن اللزوم فاديله بقى من كل حاجة عندك. ايه ده؟ ايه الحديث الغريب ده؟ واحد برضو مجنون اللي قال الحديث ده. يعني وبعدين يا سيدي انا ما عنديش ديك، انا عايش في حتة مدنية ما فيش ديك، ما عنديش، عايش في القرية انا يعني عمري سمعت الديك دي بيقدم خلال ال 40 سنة اللي فاتت ما سمعش ابدا الديك بيقدم. يعني معنى كده يعني مش هيقدر بدعائي مش هيستجاب يعني؟ طب بلاش، يعني لو انا اشتريت ديك وحطيته جنبي في البيت وديك بيقدم كل يوم في الفجر، يعني معنى كده افضل انا قاعد بقى جنب الديك كده واصحى الساعة 5 واقعد جنب الديك واول سنة اول ما يكاكي او انا ادعي بسرعة لان هو شايف الملك. طب الملك هيعمل ايه؟ ده اسمه تخلف عقلي، ده واحد مجنون يعني، ده واحد. يبقى نفس الناس اللي هي اللي حاولت ان هي توصم الرسول بالجنون قبل ما يهاجر في بداية البعثة هم الناس اللي بقوا بعد كده مسلمين، وطالما اخدوا خدمة المسلمين الاسلام احنا لازم نصدقهم في كل حاجة. انت متصور يعني؟ انت متصور واحد كان بيحارب الرسول وبيشتمه وبيضربه وبيضرب المسلمين وبيعذبهم مش عارف ايه بتاع، لقى نفسه مره واحده كده من الطلقاء قاعد في مكه لا بيه ولا عليه، والرسول اساسا قال لهم لو قعدتوا في بيتكم خلاص انتم امنين، فقال لك انا هاخد حقوق اكتر لما ابقى مسلم، في بلد في دوله اسلاميه هدخل الحرب واخد غنائم، ودلوقتي واضح ان دوله عظيمه دلوقتي وكلام من ده، واي نوت ماشي. والرسول ابو القائد بتاعها ده من قبيلتي يعني خلاص يعني انا كفايه، وهو سامحني خلاص انا كمان اسامحه قدام الموضوع. فبيدخل الاسلام بس اسلامه مش قوي او اسلامه ضعيف او منافق تماما، ويطلع حديث زي ده، يبقى هو اثبت نظريته اللي هو من زمان قال عليه مجنون، واحنا وربنا شتمه في القران وقال له انت ابن كلب، هو مش مجنون وانت هتروح النار عشان قلت عليه مجنون. لا ده بقى مسلم بقى، فدلوقتي يطلع اللي هو عايزه بقى يقول مجنون زي ما هو عايز. ها مصيب. حاجتين تانيين، وحاجه لا علاقه مثلا ببني قريظه، يعني مش معقول هبل ما فيهوش هبل. بني قريظه عملوا ايه؟ خانوا المسلمين خلاص، خانوا المسلمين وبقوا كانهم ايه حصان طروادة من الجنب من تحت، يعني ده طابور خامس في غزوة الحديبية. فالرسول قال بعد غزوة الحديبية محدش يروح البيت الا لما نصلي العصر في بني قريظة، راحوا كلهم بني قريظة، ولما راحوا هناك حصروا المكان ومش عارف ايه وبتاع، ولكن استسلموا بتوع الناس بني قريظة. اي دولة في العالم اي سواء اياميها يعني ما فيش غير التتار اللي كنا سمعناهم اللي هما كان الناس بتستسلم وبعد ما بيستسلموا بيقتلوه غدر بقى الرهيب يعني، اخد بالك؟ لا دول استسلموا وبعد ما استسلموا قال ايه؟ جاب سعد بن عباده، وسعد بن عباده قال نقتل الرجاله بتاعتهم، فبعد ما استسلموا راح الرسول اخذ الرجاله وقتلهم، وهم يعني بكل حسن يعني هم استسلموا وعارفين ان هيتقتلوا. طب ما يا سيدي ما كنت تحاربوا، ما كانوا يحاربوا، لا ده هم يعني استسلموا ووافقوا على القتل، خلاص يا جماعه هتقتلونا انت بتفضلوا يعني خلاص طالما هو ده الحكم اقتلونا مثلا يعني. والرسول يعمل كده بعد ما الناس تستسلم يقتلهم كلهم، وسبى كل ولادهم وسبى كل ستاتهم، ده يعني ده حادثه رهيبه في المدينه. فين القبور الجماعيه اللي اتقتل فيها اتحط فيها اكتر من 800 واحد من بني قريظه؟ فين القبر الجماعي ده اللي في يوم واحد اتقتل فيه 800 من بني قريظه؟ وريني القبر الجماعي ده، المدينه موجوده. الحديث بيكمل بيقول لك ان علي والزبير الاثنين بس تو بيبل قتلوا 800 واحد. تخيل انت واحد يقتل 400 في يوم،
استحاله يكون حد قتل 400 في يوم، استحاله ما حدش يقدر يقتل 400 في يوم. يعني لو هياخدك قد ايه؟ 5 دقايق عشان تقتل واحد وناس تشيل الجثه وكلام من ده، 10 دقايق، لو 10 دقايق في 400 والسيف وتحمي السيف وبتاع وكلام من ده من الناس، صح؟ 400 في 10 يعني 4000 دقيقه، 4000 دقيقه قسمها على 60 يعني يجي لك كام؟ 400 على 6 يطلع يطلع حوالي يطلع 60 ساعه، اكتر من يوم. يعني انت قاعد عمال 3 ايام عمال تقتل في ناس متواصل، بتروح بس تنام 4 ساعات وتاكل ساعه في اليوم وكل ورايح عمال تقتل في الناس. يعني عمرها ما حصلت ان فارس واحد يقتل 400، ده سيبها على جنب. تاني حاجه، فين القبر الجماعي؟ انت تقول ان هم قتلوهم في سوق المدينه، يعني في نص المدينه، فين القبر الجماعي اللي في المدينه كلها اتحفرت؟ يعني المدينه دلوقتي لما تشوفها كلها بيوت وقصدي هوتيلات رهيبه جنب المسجد النبوي، ها؟ فين بقى القبر الجماعي اللي اتحط فيه اليهود؟ ما تقوليش اتحطوا تحت المسجد النبوي، لان لو اتحطوا تحت المسجد النبوي اولا كنا هنكتشفهم، لان في بنايات برضو في المسجد النبوي. تاني حاجه، انت يعني انت قتلت ناس المفروض نجسين، هتدفنهم في المسجد اللي انت بتصلي فيه؟ استحاله. فطبعا دول اترموا في حته مثلا، بس مقبره جماعيه فين هي؟ مفيش. احنا لغايه دلوقتي عندنا مقابر شهداء احد، واخد بالك؟ عندنا مقابر شهداء احد، ها؟ اشمعنى ما عندناش مقابر دي؟ ان شاء الله مقبره كبيره عليها شاهد واحد بس، خونه بني قريظة. فطبعا ما حصلش. اللي حصل ان هو قتل 40، اللي هم قتل ايه؟ المقاتله، المحاربه، المحاربه منهم. يعني الحديث اللي هو اللي بيقول ان هو قتلهم ده وان هو اخذ راي سعد بن عباده ومش عارف ايه وكلام من ده، الحديث ده غيروا فيه كلمه واحده بس، بدل ما يقول ان هو نقتل المحاربه قال نقتل الرجال. فنقتل الرجال دي معناها انا قتلت 800 واحد، نقتل المحاربه نقتل الرؤوس بتاعتهم والناس اللي نزلت بالسيف تحاربنا. في ناس راحت حاولت تدخل على حصون المسلمين، في ناس حاولت تحارب المسلمين وهم محاصرينهم، في ناس مش عارف ايه، في ناس عملوا هم الاتفاق مع الكفار، كل الناس دي 40 واحد هيتقتلوا. ده اللي هو الكلام الصح، الكلام المظبوط، وما فيش اي انسان ولا اي حد ممكن يعترض عليه. دلوقتي انتم مخلينا يعني دين رهيب، دين تسويه، دين رهيب بيقتل الناس كده بالعمال على بطال، ماشي؟ فتبص تلاقي خلاص، تبص تلاقي مين بقى نفس الاحاديث، في مثلا 4 أو 5 احاديث على نفس الحادثه، هو حديث واحد بس مذكور عن طريق واحد عادي مسلم قال الكلام ده، خلاص. الاربع حديث التانيين اللي بيقولوا فيها قتل الرجال دي كلهم، دي جايه من مين؟ من ناس يهود كانوا اطفال اثناء او شباب اطفال يعني اثناء الحادثه دي من بني قريظه. يعني بص لاخر كل بتاع عن كذا كذا ابن قريظه. يعني انت جايب لي واحد، ما هو انت بتقول قتلت الرجال، صح ولا غلطان؟ يبقى انت معنى كده قتلت، ما قتلت، يبقى هو ازاي هو لسه عايش لغايه دلوقتي؟ لو انت قتلت الرجال خلاص مفيش بني قريظه، خلاص اني مور. هو ازاي بقى واحد عايش؟ هو ده اللي هو طفل، واحد منهم في الحديث دي بيحكي بيقول لك انا كنت طفل وشفت ان هو قتل كل الرجال، او يعني هو الحديث كده مش بيقول كده، هو مسلم دلوقتي الراجل اللي كان طفل ده دلوقتي مسلم بيتكلم. الناس كانت عندها في الايام دي الاكزاجريشن، واحد قتل يقول لك فقتل مقتله كبيره ومش عارف ايه، فمعنى كده ان هو ملك عظيم، مقتلة عظيمة بقى، فيقول لك أنا قتلت 1,000,000 واحد، أنا بقى ملك عظيم. فهم في احتمالين، الناس دي عايزة تخليه ملك عظيم، هم واليهود أنت عارف إن التوراة بتاعتهم متحرفة تماما، وطالعين جاشوا بيقتل برضه بكميات مهولة وبتاع، فهم عايزين، هم فاكرين إن الأنبياء كده، هم بيدرسوا كده في التوراة بتاعتهم، الأنبياء بيدخلوا يقتلوا الكفر، فهو دخل قتل كل الكفر واستعبد الناس التانية، خلاص. يعني أنت يعني كل حقارة، والله كل حقارة. يعني الراجل اللي هو اللي كتب الكلام ده، طب هل هو عبد؟ الراجل القرزي ده اللي كتب، اللي هو بقى راجل بعد كده وكتب، ان هل هو عبد؟ ما كانش عبد، يبقى انت كلامك اساسا كذب. انت تقول ان هم استعبدوا كل اللي خدوهم عبيد، الستات والايه
والاطفال. يبقى انت كذاب على طول، واضحه. ممكن يكون كذاب بقصد بشع ان هو عايز يبين الرسول وحش، ممكن يكون كذاب ان هو حاجه من الاثنين، يا اما عايز يخلي الرسول يعني ملك قوي وفي نفس الوقت يزود المصيبه اللي عنده. الناس بتحب تزود المصيبه اللي وقعت عليهم، يعني قبيلتي كانت قبيله كبيره جدا 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 بس اتمحت على وجه الارض لما خانوا الرسول والرسول قتلهم كلهم. اخد بالك؟ طبعا الحقيقه ان هم تهجروا من المدينه، راحوا قالوا الرسول قال لهم لا تجاوروني في المدينه خلاص زي ما قال للتانيين، ومشوا راحوا عند فين؟ اتجمعوا كلهم في خيبر، وبعد كده الرسول غزا خيبر لما حصل بينهم مشاكل. ف ده اللي حصل. ماشي. فالراجل القرى الولد القرى زي ده بيكذب بيزود بيقول لك ايه؟ الرسول بقى كان بيعمل ايه كمان؟ ده كان فيه يعني شوف بقى، شوف الدقه الحقيقه في القتل. يعني كان بيقتل الناس اللي هم الكبار بس، ما يقتلش الاطفال، الاطفال يستعبدهم بس. ماشي. فكان بيكشفوا عن الاعضاء التناسليه بتاعت الاطفال، يبصوا لو فيها لو مكتوب كده في الحديث. فلما بصوا ما لقوش فيها نبت، ما فيش شعر طلع في المنطقه الحساسه. فلما فيش شعر طلع يبقى معنى كده ان هم ما قتلونيش. ذاتس ذا اونلي ريزون اي انا نجيت. يعني انا ده السبب الوحيد ان انا نجيت من الحادثه دي. ويكتبها والمسلمين يتناقلوها. انت جايب عدوك وبتكتب عنه حاجات عن نفسك وبتحاول تصدقها، وعندك حديث تاني بيقول 40 واحد بس المحاربه، لكن مش عايز تصدق الحديث اللي بيقول المحاربه. ليه تصدق انت برضو شغال العبط العبط؟ وده ما تقدرش تقول لي ان ده مش عمايل ما تقدرش تقول لي ده مش عمايل شيطان. شيطان راكبك راكبك راكبك، الشيطان راكبك تمام. ماشي ماشي. اخر حاجه بقى، الحاجه اللي تضحك، عشان بس ده كل دي بس ايه، انا بس بوريك الحاجات اللي هي ايه فظيعه، مش ان هي بس حاجات غلط في الحديث، عندي بلاوي. دي الحاجات اللي هو لا يمكن يصدقها عقل وانت بتصدقها. بمعنى كده دي الشيطان نجح ان هو يضحك عليك ويركبك. دي بقى رهيبه. الناس اللي هم الكفار كانوا بيحبوا ايه؟ كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا بيقولوا كتير منهم كان بيقول لك ان هو كلام جميل الرسول ده بيقوله، محمد ده مش، بس هم اللي بيتبعوا الضعفاء بس، يعني الضعفاء والعبيد والناس اللي هم الضعفاء مننا، يعني هم اللي بيتبعوا والمساكين وبتاع. فانا مش عايزين يعني الدين ده دين حقيري، هم محتقرين الدين عشان الناس اللي بتدخل في الدين ده مش عشان الدين نفسه، هو مش فارق معاهم خلاص. ف صح ولا غلط؟ لانه لا يمكن هيفرق معاهم ليه؟ يعني لو طلع لهم دين بالعكس ده هو زياده في زعامه قريش للعرب، يعني يخلوا برضو الاصنام ويخلوا دين ما فيش مشاكل يعني. فهم كانوا متضايقين من الموضوع ده. ف متهيألي ان هم برضو الطلقاء او ناس من الطلقاء بعد ما بقوا من جزء من الاسلام لازال عندهم الموضوع الطبقي ده. حدش يقدر يقول ان الكلام ده بيختفي، يعني بيبقى موجود برضه. الامريكان لسه عندهم برضه طبقيه وعندهم عنصريه ومش كله عنده، بيفضل موجود حاجه بسيطه كده جواه. فيالفوا حديث، وقدر يالفوا الحديث كله ولا كل واحد يالف حته وتقعد تتنقل لغايه ما تبقى حديث. الحديث بيقول ايه؟ تخيل ان النار والجنه في يوم القيامه بعد ما هيتملوا بقى هيتعاركوا. تخيل الجنة مش عاجبها الناس اللي فيها، بتقول ايه؟ مالي لا يدخلني، ده حديث يا جماعة والله، حديث أبو هريرة، مالي لا يدخلني إلا كلمة قذرة كده، الحقراء حاجة كده يعني، حقراء ما يدخلنيش غير الحقير من الناس، مالي لا يدخلني إلا الحقير من الناس. والنار تمتلئ بإيه؟ بالناس اللي هم الاقوياء. طب مين اللي قال الكلام ده يا جماعه؟ تفكروا يا جماعه عشان تعرفوا بس ما هم نفس الطلقاء، هم اللي كانوا بيقولوا كده. There's no evidence ان هم غيروا رايهم، مفيش اي دليل ان هم غيروا رايهم، هم بيقولوا نفس الكلام اللي قالوه قبل كده، بس المره دي بيقولوا بعباءه الاسلام ان انا مسلم يبقى لازم تصدقني. هكذب ليه؟ انا شفت الرسول يبقى معنى كده ان انا صحابي. صحابي تخيل، الطلقاء دول صحابه، تخيل الناس اللي هم يا نهار اسود. انا والله يعني انا بتجنن ساعات، يعني بتجنن كتير بس بتجنن ساعات.
يعني يعني انا ممكن اقعد انا مثلا ابص على القران واقراه و... او بلاش حد هنا في امريكا مثلا ملوش اي علاقه بالاسلام، بالعكس كل حاجه بشوفها في التلفزيون وفي كل حاجه بتقول الاسلام ده اسلام دين ارهابي ودين غلط ودين مش عارف ايه، ورغم كل ده يجو هو against the grain، كل عكس كل الناس اللي يعرفوه وعكس كل اللي بيحصل في الميديا. يعني انا اعرف حد اسلم بعد حادث ارهابي اسلم، يعني ايه القوه الرهيبه دي؟ بعدين بكام شهر يسلم، انت يعني الدوله كلها ضدك، انت ممكن تضطهد مره واحده بعد ما كنت امريكاني منهم، لكن ده واحد بص على الاسلام ووزنه في دماغه وعرف ومش عارف ده. تخيل انت ده يدخل في النار، يدخل في الجنه مرتبه اقل من معاويه بن ابي سفيان، تخيل، او من ابو سفيان اللي هو حارب الرسول حرب هو وابنه حرب رهيبه وما سابوش حاجه الا لما حارب الرسول فيه وكادوا ان هم يقتلوا الرسول وحاولوا بكل قوه ولغايه اخر لحظه لازالوا برضو مش مسلمين، حتى لما يعني حسب الرواية ان ابو سفيان راح للرسول في المدينة يقول له بلاش تهجم على مكة، ها، عشان اللي عملته قريش والكلام ده اللي هو فسخ العقد يعني الحديبية، يعني خلاص بقى انت وصلت لدرجة دلوقتي شايف قدامك الحق بيظهر ورغم كده برضو مش مسلم، فضلت مستمر مش مسلم لغاية بعد ما الرسول دخل مكة وماشى من مكة كمان. بعد حنين وبتاع بدات الناس تبقى مسلمه، يعني في اكتر من ده بقى، ده هيدخل الجنه ويبقى بقى من العدول الصحابه، ده والتاني اللي قاعد في امريكا عشان بس مجرد عايش هو اتخلق كده 1400 years بعد ما الموضوع حصل، ورغم كده عمل كل حاجه عكس التيار ومن غير ما يبقى فيه رسول قدامه، من غير ما يبقى فيه معجزات، من غير ما يبقى فيه كل الجيل الجميل اللي كان موجود ده هو عايش في زبالة في أمريكا، عايش في قمة الراحة والشيطنة والذنوب العسل اللي موجودة قدامك، ورغم كده قرر نعمل كده، ده هيدخل يعني من حقراء الجنة، يعني استغفر الله العظيم يا رب. لكن أبو سفيان ومعاوية دول واحد مرة كاتب بتاع بيقول لك ده ابو جهل حظه وحش ان هو مات في 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 ايه ده، عالم اسلامي كتب كده ان هو مات في غزوه بدر، تخيل لو كان بس مجرد ما ماتش بس في غزوه بدر وعاش كده برضه يشتم في الاسلام ويشتم في المسلمين ويعمل كل حاجه ويحاربهم وكل حاجه ولغايه بس ما دخلوا مكه عليه 6 years later، يعني بعد 6 سنين دخلوا مكه عليه، كان هيبقى من العدول، هيبقى من الصحابة العدول. أبو جهل كان هيبقى من الصحابة العدول، لأن الطريقة الغبية اللي بيفكر بيها ربنا أدرى طبعا بكل واحد، ممكن طبعا يكون أبو سفيان ومعاوية دول عملوا توبة يعني ما حصلتش، بس فين الإيفيدنس؟ ما عندناش أي دليل إنه عملوا توبة ما حصلتش. أبو سفيان اللي نعرفه إنه بعد ما أسلم الرسول إداله عشان يألف قلبه، يعني عارف ان الرسول اضرب قلب الناس صح، عارف ان في قلب ابو سفيان لازال حقد على الاسلام بطريقه فظيعه، اداله 100 جمل بعد هوازن بعد حرب حنين، وادى لابنه معاويه 100 جمل جس مجرد عشان يتبقوا مسلمين. انت بتقارن ده باللي انا بقوله لك اللي اسلم في امريكا مثلا؟ انت بتقارن عشان اثبت له دينه واديت له 100 جمل؟ عارف 100 جمل يعني ايه دلوقتي؟ يعني 100 عربيه مرسيدس، يعني خليتك مالتي مليونير. يعني الرسول اخد من كفاح المسلمين وحقهم واداه لواحد غني اوريدي عنده اوريدي ملياردير، اداله فلوس تاني عشان يبقى مور ملياردير عشان هو بيحب الفلوس عشان يفضل بس مسلم والمسلمين يأمنوا شره، وحارب بعد كده ويقولوا ان هو اتعمى ومات في حرب من الحروب وشهيد. خلاص ممكن يكون شيء، انا ماشي ابو سفيان اهو، لكن معاويه
معاوية عمل بلاوي، دخل فتنة في الإسلام وعمر، ودخل الحكم اللي هو الملكي ومش كل الوزراء اللي بنتكلم عليه بعد كده، ها؟ ولكن معدول عشان صحابة، عشان شاف الرسول يوم ولا يومين، واخد بالك؟ فإيه؟ فنخلي بالنا من الحكاية دي. فنفس الناس الطلقاء دول بيكتبوا، تحس إن جواهم الغل لسه موجود. أنا شايفه لسه وأنا بقرأ كده الحديث، بشوف الغل موجود، ان النار والجنه بيتعاركوا، وواحد بيقول انا بيدخل فيا الحقراء وانت بتدخلي فيك القوي. فالرسول فربنا يوم يعني مش فاكر بقى بقيه الحديث، يوم ربنا داخل في المحادثه يعني لعب العيال بقى ويقول لهم فقد مش عارف انت الجنه يعني انت كويس كده، ويدخل فيك الناس اللي بيعبدوني ومش عارف ايه وكلام من ده، والنار يحط فيها رجله ويقول لك قط، تقول له قط قط وخلاص انا امتلأت ومش عايزه تاني والكلام ده. ده برضه ده حديث، ده واحد بيحقد على المسلمين، ولا زال حتى بعد ما بقى مسلم وبيروي الحديث هو اللي شايفه ان الحقراء دول هم هيدخلوا الجنه. حتى مش يعني وصلت الدرجه بيه ان هو مش مبسوط ان هو هيدخل الجنه مع الحقراء دول، ان هو فاهم انت. فدي مجموعه بس من قدامك ست اماكن ان الشيطان بيحتنكك، بيدخل كده بيركبك ويحط رجله عليك او بيسوقك زي الحمار وانت حمار، فاهم بالك؟ فارجو ان الناس يعني تفهم ايه يعني ايه الحديث، ويعني ايه الخطوره بتاعت ان احنا نصدق الحديث بطريقه يعني عشوائيه كده. ارجعوا يا جماعه للقران، القران هو ديننا، نرجع للقران لو سمحتوا، نرجع للقرآن. السلام عليكم.